في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها بإقليم الاختصاص أمن ولاية مستغانم، خاصة جرائم ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة عين تدلس بمستغانم من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية يمتد نشاطها إلى عدة ولايات من الوطن، متكونة من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 40 سنة، أغلبهم من ذوي السوابق العدلية، ينحدرون من ولاية مستغانم والجزائر العاصمة. العملية جاءت بناء على معلومة أمنية وردت إلى المصلحة تفيد أن أحد أفراد الشبكة والمقيم بمدينة عين تدلس يحوز على كمية كبيرة من المؤثرات العقلية بهدف ترويجها بقطاع الاختصاص وبالولايات المجاورة لولاية مستغانم. عليه وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تدلس بالوقائع، تمت عملية ترصد للمشتبه فيه لمدة فاقت 3 أشهر، وبعد استيفاء كافة الشروط القانونية وتفتيش مسكنه ضبطت كمية كبيرة من المؤثرات العقلية من نوع بريكابالين 300 ميلي غرام والمقدرة ب 4140 كبسولة ذات الصنع الأجنبي، كانت مخبأة بإحكام ومبلغ مالي من العملة الوطنية يعتبر من عائدة الإجرام قدر ب 714 مليون و 650 ألف سنتيم، بالإضافة إلى 3 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام وهواتف نقالة. التحقيق مع سالفي الذكر كشف عن ممولين له من المادة المخدرة، لا تزال الأبحاث جارية لتوقيفهما، أحدهما يقيم بمدينة عين تدلس والذي بعد تفتيش مسكنه ضبط به 120 كبسولة من نفس المؤثر العقلي، والآخر يقيم بالجزائر العاصمة، كما كشف ذات التحقيق عن هوية 5 أشخاص آخرين من أفراد الشبكة، تم توقيف 2 منهم والضبط بمسكن أحدهما 45 كبسولة من ذات المؤثر العقلي و69 كبسولة أخرى بمسكن ثاني، فيما جري الأبحاث عن 3 مشتبه فيهم آخرين لتوقيفهما، لتبلغ كمية الإجمالية المحجوزة من مؤثر بريكابالين 300 ميلي غرام 4674 كبسولة. عن تهم التكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض المتاجرة الترويج للمؤثرات العقلية، تخزينها، نقلها وتسليمها، التهريب على درجة من الخطورة يهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية مع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس، أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم سيقدمون أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تدلس.